أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عندما قال عمر لسارية يا سارية الجبل، هل يعتبر هذا من اطلاع على علم الغيب؟ وهل يكون اطلاع شيء من علم الغيب من كرامات الأولياء؟ وإذا كان كذلك فما هو التوفيق بينه وبين قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟ ليس هذا من اطلاع على غيبه، هذا من كرامات الأولياء أجراها الله على عمر لأجل مصلحة المسلمين. الكرامة إنما تكون لحاجة للدين، حاجة للدين أو لنفع المسلمين، وهذه للدين ولنفع المسلمين كليهما. فالله ألهم عمر رضي الله عنه أن قال هذه الكلمة، ونقل صوته إلى القائد في المشرق، سمع صوت عمر. والله على كل شيء قدير، وهذا من كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء ثابتة من كتاب السنة، وأجمع عليها أهل السنة، وهي الخوارق التي يجريها الله على يد أوليائه، إما لحاجة بهم إليها وإما لنفع المسلمين. وهذه التي جرت على لسان عمر هي من هذا النوع، لنفع المسلمين ولحاجة الدين إليها